السلام عليكم نيكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو تاعنا تاع الشيشوان في عنابة، كما راكم تشوفوا احنا هنا رانا في جبنة اليهود، ومش كما العادة كاين سيركلاسيون في جبنة اليهود. جبنة اليهود ملفة فارغة، كاين سيركلاسيون دركا في عنابة كاملة راهي مقفولة، باسكو كاين احتجاجات تاع سيق يبقى سيارة الأجرة لي تاكسيير قافلين، داروا احتجاج الصباح قبل ما يديروا والو، داروا احتجاج الصباح في ستاسيون تاع لي تاكسي تاع سيدي ابراهيم الداخل. وبارامون بعثوا ناس منهم يمثلوهم، راحوا باش يحكيو مع الوالي، وبارامون ما حبش المسؤولين ما قابلوهمش. اي با رجعوا خرجوا الطوموبيلات تاعهم كلها من الستاسيون وقفلوا الرومبوان تاع سيدي ابراهيم، الرومبوان تاع سيدي ابراهيم كي تقفلوا راك ما عن بالك مع النبا كيف تولي. اي بان فوالا هذه هي، الناس جاو يهضروا معاك يشوفوا باهي الاحتجاجات تاعهم والانشغالات تاعهم باش يشوفوا واش كاين واش ما كانش، اعطيهم وعود ولا شوف الوعود تاعك وين وصلت. عجبت الحكايه تاع الكاسنوس هذيك اللي ما يخلصش 3 ملايين ونص باش يدي 3 ملايين. شوف هذيك لا كونديسيون مساعده حطها رئيس الجمهوريه الناس اللي مضروره من الكوفيد، حبسوا الخدمه تاعهم، يعطيهم بوندون 3 موا 3 شهور يديو 3 ملايين كل شهر، تسمى الحكايه وما فيها 9 ملايين. باش تدي 3 ملايين الاولى باش تدخل باش تبدا تدي لازم تكون مخلص العام هذا تاع 2019 وتخلص 2020، خلص لك لي فري تاع الكازنوس. ثم انت مضرور كنت حابس لازم تخلص، دبر راسك راح تجيب صورنا ما باليش باش تدي الاعانه اللي عطاها لك، عطاها لك الرئيس. وهما من بعد قال لك الحكايه لا لازم ندزو فيها شغل الحكايه تاع الكازنوس هذيا وشكشكو الدنيا، شدوا التاكسيات اللي ما بين الولايات هذوك عندهم دركا قريب 10 شهور هما حابسين، ثم انت 10 شهور وهو حابس السيد تعطيها قداه تما 9 ملايين، تما ما وصلتش مليون شهر، ميم با مليون شهر، خرجت له اقسم انت 9 ملايين اقسمها على 10 قداه تخرج لك، هذيك هي قداه قيموا له الشهر. وإذا كنت ماكش قادر باش دير تعويضات كنت تسكت خويا العزيز من الاول سيكو، ما كان لا توصل روحك للبخس كما يقولوا، عندك الصور مش قادر تخلص الناس ما تهدرش برك، خليتيهم برك فيه وهم وفرات. قال يا جماعة الله غالب هذه كوفيد ضربت البلدان كله فرات، بصح باش تجي كله نعطيك وتمنيه وكذا، ومن بعد سيدي يروح يسلف صوارد باش يصرف على ولادو باسكو عبالو بلي كاينه شهرية داخلة، ومن بعد تخليه كيما كداك تجبد بيه الزربية هادي ما دهناش. هادي ما هياش هاي حاجة، هاي باري جلطاها هو دوكا هنا باراهي مقفولة. دوكا راني في جبنة اليهود قاعد ندور، تما نقدر نعدي البلايص الخفاف كيما نقولو يا لجنب برك. سيدي ابراهيم كي تقفل كل شيء دقاس، ولا هذا هو الشيء اللي راهو صاير. البيلة وشي عديت في الطريق تاع المحافر راني صورتها كي غير يا اخي عدلوها وكلش، بعد شهر و 15 يوم وهي محلولة عدلوها، داروا لها فرشاها، داروا لها الكودرون تاعها والخدمه يعني مالقري طويله وكلش، ما نقولوا طولوا فيها ما نقولوا ملاح الله يبارك خدموها بيان. هي عديت قبيله نلقى جماعه تاع جات الفرقه اللي تحفر باش يعقبوا الرقارات وتياوات، ايماجين جيست ورا ما فرشوا الدنيا درك راح يحلوا بروجي تاع باهي يحطوا التياوات ولا مش راح يشرح يديروا، وقاعدين يديسينيو في الطريق وجابوا المنشار هذاك وبداو يبرجوا في الدنيا. هاي قول لي هاي قول لي فوالا ليكيب اللي قاعدين يطلبوا في الكرضيات صور لنا والدنيا لا غالب. ها حتى الناس انا ما نقدرش حتى نخدموا صحيح، حتى بارهم نصوروا كرضيات ولا حاجه امبوسيبل.
انا نمشي وبركة كاك عني وفرعي عني وفرعي فط كاريتا تبدأ كاريتا يا العاطف يا رب. قريت قبيله في كومونتير واحد يسقسي على ترامواي كاين شي عندنا ولا لا. يا خويا حنا الطريق قريب ما كانش في عندنا طريق نورمال نمشيو فيها قريب ما قريب ينحيو هاك. فتهز الناس برقا تقعد بهم ساعة في بلاصة واحدة تعدي يقولوا يزيدك يقولك انا ما حبش يخدمه الاحتياج الصباح داروري تاكسيور كان الداخل استاسيون تاع سيدي ابراهيم تاري تاكسي الداخل ما بين الولايات بعتوا ممثلين منهم راحوا باش للولاية باش يهضروا معاه ما حبوش يقبلوه تما دركا واش داروا هما خرجوا قفلوا الطريق رجعوا هنا قالوا ما حبوش يهضروا معانا حاولنا ما خرجوا قفلوا الطريق دركا كي يقفلوا الطريق واش حيصرى حتعطل الدنيا وراح يجيو المسؤولين يهضروا معاه باش يفرجوا المشكل ثم الاول انت وجاك سيد سلميا وجاك للبيرو تاعك ما حبيتش تقابلو ثم حتى توقعك شغل الدنيا به مش امبوسيبل دوك حيخلوا الدنيا مقفوله لازم يجي المسؤول باه يهضر معاه من الاول هضرتي معاهم قلت لهم مش كاين الناس هبلت الله واش سيدي ابراهيم قفلوه حتى التاكسيير تاع ما بين الولايات ايه مصباح راحوا للوالي ما حبش يقابلهم مصباح قفلوا الطريق ودوك يجي يهضر معاهم ضرب ها هاي الناس كل مضروره الناس كل الناس كل حاصل هذا سيدي ابراهيم شوف عنابة رومبون تاع سيدي ابراهيم شو لقيت القلب كامل تاع الدنيا كلش تقفل لذاك البلاصة كلش دي بردي كلش تاع هي الحق ماهوش حل تاع قفلان طريق هذا مي خويا يعني نشوف بلي راهم قاعدين هما اللي قاعدين يبوسيو فيهم باه يديروا شي هذا سي جاك قبل فيك مقبلوش قابلو وهضر معاه قول له نفرزو لك شويه امورك ولا كاريمو ما نقدرش نفرزو لك امورك روح ربي سهل اهضر معاه انتك مسؤول عليه هذا السيد ولا مش قادر تحكم المسؤوليه اخويا حكايه واحده اخرى امبارح في الليل عدد كاميونا قاست لاباسريل هذيك تا سيدي عمار من سيدي عمار من الحبس تاع ابو زعرور هذيك البارح الناس قريب باتت لبرا
الناس اللي سيدي عمار والحجار هذوما ما يزيش. البارح السيد تعب، السيد تعب البارح من الحكاية، زيد صرا له حكاية واحدة أخرى اليوم. Thank you.